Shada FM, la radio que j'aime. خروقات كثيرة شهدتها الانتخابات، هذا ما قالته أحزاب المعارضة مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع. حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قال إن سير عملية التصويت في مدينة فاس شهد خروقات كثيرة، مضيفا في تصريح خاص به شدا فام: اللوائح الانتخابية تم إغراقها أعداد خطيرة جدا، وتم إقصاء كل ما هو استقلالي. ثانيا، أنا اللي لاحظنا في فاس ما يفوق 8000 الاستقلاليين اللي توجهوا المكاتب التصويت وتتفاجئوا أنهم مش طبع عليهم، أو لما تعرفوا استقلالي يقولوا له سير بحالك. الناس بقوا في المكاتب، مع كاين المكاتب اللي شدوا مع 6 كاين 9:30، والناس اللي بقوا داخل المكاتب تم الهجوم عليهم بالهروات من طرف رجال الأمن زي مدني. نواب ديالنا في المكاتب جاءوا في الساعة 6 ومنعوهم من الدخول للمكاتب، في حين أن نواب العدالة والتنمية حتى 7 ودخلوا. بعض المكاتب لاحظوا الإخوان ديالنا ودخلوا في صراع مع السلطات أنه الثالث 8 دارت يدخلوا شي ناس ديال العدالة والتنمية. طبيعة الحال الطعن غتكون، التحقيق غادي يكون. سجلنا البارح عند وكيل الملك الخروقات ديال الناس اللي تحرموا من التصويت وهم بالآلاف، إذا لا بدا الطعن في اللائحة الوزير. في المقابل قال حزب العدالة والتنمية إن الانتخابات كانت شفافة حرة ديمقراطية ونزيهة، وردا على اتهامات شباط رحب عبد العزيز أفتاتي بفتح تحقيق: مرحبا بالتحقيق في فاس، ولكن مرحبا بالتحقيق كذلك في مدينة وجدة. والمصير ديال هذاك الشخص للحريصين على التراث ديال الزعيم علال الفاسي رحمة الله عليه، ولكن أنا كنظن بأنه ما بقاش مفيد الاشتغال بهذا الشخص، هذا ينبغي الاشتغال على المستقبل. هذا وأكدت باقي أحزاب المعارضة أن اختلالات كبيرة شابت الانتخابات، حيث أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دريس لشجار أن حزبه سيتخذ القرارات المناسبة بعد الإعلان عن النتائج النهائية، سواء الطعن السياسي أو القضائي في النتائج. فيما قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري إن الحكومة لم تنجح في تدبير عملية التصويت، مطالبا السلطات المعنية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. شادا FM، لا راديو que j'aime.